يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثل أترمي سعام الحيوان الحقوق ذي الإسلام؟ أترمي يقيمة إن سلك هذه المجتمع الغربي ما يهدر في الرفق بالحيوان معناه بالليمة إن سيمن السنة لشي نقرر الرفق بالحيوان؟ أترمي زوالا غاد الصفة يقيمة نظنمتي السلمنا اللي مزورا موقفين سيما؟ لا، إن سلمنا إيه مثلا السنان ده شو نقرر الرفق بالحيوان؟ الرحمن سن حيوان 14 القرون الوقفية السام وطبقا سنة 30 سنة ذي الزمان هي شو انتهك الحرمة العفذ للمجتمع ولا ذي سيما ذي الوقت هي وذو لا ذي سيما والسنة الحقوق يسعى يكسعى العبذ أي مثلا فما بالك غادي السنة الحق يكسعى الحيوان. إذا إنسان إذن إذن غادي زوال غير ويام سبحان الله إذن السنة الحق 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 أما الحق يكسعى العبذ غير في ماس أما الحق يكسعى الحيوان غير في عبذ أكام يجي مثلا وين ولا غادي إنسان غاسكن شوية نسام سعانا الرفق بالحيوان أدر حقوق الإنسان ولكن دروس يجيم دروس يجيم يقفنا تقول تمسال تجيم أيضا مثلا أما حقوق الإنسان أما الرفق بالحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مثلا إيش قاعدين سيدار بين ويبعد يثيد ذا الرحمة عن الدنيا أما العباد أما الحيوان أما التجرى أما الجمال يقال سيدار بقويس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فكثير سيدار بذا الرحمة عن الدنيا يقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة لكن إذا رحمة غير دفكاسي ربي سبحانه وتعالى. إذا الإسلام يثمثل يمرض سلحقوق الحيوان أقف 14 سنة أقف يسام أمك ألد يمرس حقوق الحيوان أدي يجي حقوق الإنسان في كيف إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذا قال رحمنا رحمه من سيد ربي رحمة وين اللان دي القاعة أكون رحمة وين اللان دي الجنة. إذن أشتاقين إيشمن أمل العباد ذن سيمن ماشي ذن سيمن أمل الحيوان أمل التجارة أمل الجمال. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاهم كالذي قال إذا إن الله الغني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر يقول السفر إن بعد من ضغيون كان يروح كان الرسول صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة إن ويعدد فعدد يعدد يونتير يقول سلوى الرويس ذي فرق دي مشطح إن نروح نكسس ذي فرق نيان مشطح إن بعد أفرق نيان ألا يدوير ذي في قرينا في قرينا الرسول صلى الله عليه وسلم ذي قرين الصحابة الكرام إن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على الدخار أي وكان يدخل عن تراجيم إن دين الناس يا رسول الله نكسس بفراخيس إن دين نيم الرثاس فراخيس تسخي عثرهم إن دين نروح للرئيس فراخيس صلي تغاف الفين صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إن دي الرسول صلى الله عليه وسلم إذ دوما كيون ورقاز القبري إن غاد فاد إيش قضي فاد يقول غريون كان يفرفير إذا دي يروح يرشم غير داخل ويجفد أمان إذا دي يسوان رمي الله إذا دي كان بفضل الفيرنين إذا دي يفد أخجون كان فرى الفيرنين ألا يخبط ذي القاعة يشغضي فاد ينغاد فاد إذا دي نيس سبحان الله ذين يدراني ذين يدران ذو قجون أجين إذا دي صبغ الفيرنين يتشارس ديوت الحيلة إذا أنا غنورس يتشارس دي يسوى ترمي الله إذا دي إش كراس يقربين العمل نينس ويعفي يسدنو في اسم الله. عبد الله بن عمر رضي الله عنه ناد إلى دخل الرسول صلى الله عليه وسلم تكشم يوثن طوث جهنم
أفعل جلت تمشيش إفحبسيز لغي تخان وستفكال المكلا ولتسجل أدفغش شريبارا إلا تسجل حبسيز لغي أرمي ثموث ولتسيناني تشبان يسيك شنجهنما. الله أكبر. يقارد قرة بن أياس رضي الله عنه إلا دي ناس يوم ورغز يا رسول صلى الله عليه وسلم إلا سيا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها. إن هذا الناس يمكن ماز جوا يخف إن هذا رحمة. إن هذا الناس الرسول صلى الله عليه وسلم والشات إن رحمتها رحمك الله يخف كما ذكرت رحمت أك يا رحم سيد ربي. إن هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن هذا أعدام الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم مركز إن هذا يفث إن يتفد يخف نينس إشكال ذي الخان الغريث الخان إن يسترس أضاريس فلس إن يفذا ألا يسمساد أجنو النينس إسا فيزيون أكنا إن يخف نين أذي دي تما قيس هو النينس إن يتقبل صلى الله عليه وسلم إن يسو أشي مدخذين ألا أدخذين دارك أي قلب خدم ذكا أدخذهم أغفي يسي أغفي وقتا قيم أذغير أتزيود أخفقينك مرضين معنى يسخو يعيد أليس السمسان جنوبينس والحيوان اخفنا في ديت ما خايف يجعلو تكون سلام إن سام ترى السمسان جنوبينك أخفي هذا صغير اخفقي في رفعة الجيوب وإلا قال أنا سيسكن أجنوبينس أما ما في السمسان في ديت ما خايف بعد هذا في جو إن سام غضب تنغض مرضين صلي طرفني في مجبيع صلى الله عليه وسلم كان يد مثلا أعداد ذكاء مجبيع إن فيهم صلى الله عليه وسلم الجنون كان إذا أني قول أن يقولوا لهم إن دي فذا أكنت دي ويا كان يفذا لا تشلو بنت ولا نسدي مطول يقدم غرب ورس صلى الله عليه وسلم إن دي السلفاس السلفاس يورغم مني إن دي أويسا سد أقرأ أويسا فيه مرن قوش بحين النبيين صلى الله عليه وسلم إن دي أوينطق رسول صلى الله عليه وسلم سيقال وذلا أورغمه إن انتقد يولي نظيم من الأنصار إن يسألوا يا رسول الله إن أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه تشكي إلي أنك تجعه وتدئبه إن يسأل أثبت الضرر بين ذي البهيمة كان يكذف كسي ذربي إن يسأل يشكي فليا أدي يشكي أروري بليا ثم غير تصراز أثبت شبت سنخذ معه جابر بن عبد الله رضي الله عنه بكدينا إن دل فيه صلى الله عليه وسلم يقيمك إن أعدد يوث زينا إن أخمس الكويت يون ذافيس الكويت ستمس باش يخدم العالم وكنا أثعر قرام الوسم ذلكي ستمس باش يعني أثعر قرام أخمس صرفو ذميس الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى لعن الله الذي والسماح أذن على ربي وقال نسخ من أكيار الشمعينا العالمينا الصغير يجعله يتحو السلام. عبد الله بن عمر رضي الله عنه ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى لعن الله من مثل بالحيوان أذن على ربي ولك مثلنس الحيوان التمثيل للحيوان ما تقصد بك نسل جمضة بالزغيس أستقصد كلام ذي الجوارحيس أستشوهد كلام ذي الخلقية ذي خلق سيدة ربهم ذي الخلقينيس سبحان الله كان يجب مثلا إن عريض ربهم وين أريشوهن الحيوان أسيج دل الخلقاء أسيج من الزغيس ناسيج من الفيريس ناسيج سوسع كلام ناسيج أنشتك إن عريض سيدة ربهم لعن الله من مثل بالحيوان. سعيد بن جبير رحمه الله اللي ند اعداد عبد الله بن عمر رضي الله عنه اللي ند اعداد سيني رمزين من قريش اللي ند سرسني وانترى كان بعيد ند ألف تسخسينا تصرى من ولا في حقن اللي ند كنت تزران رولن اللي ند ناس عبد الله بن عمر اللي ند ناس لغسي الرسول صلى الله عليه وسلم ناس لعن الله من اتخذ شيئا فيه روح غرضا أذن على ربي وين أريد في الكلام وين يسعى الروح كان أثير ما ذكر أيضا أثي جعل أثي سرسك بهن أثي صرم ميستي ثم أثي كف ما في الحقنا غيام الله أكبر. كان يجد مثلا إذن إنها الرسول صلى الله عليه وسلم باش أثي جعل العبد كان وين يسعى الروح للغرض باش أثي صرم مين
الرسول صلى الله عليه وسلم إنها غيت مثلا أفتغميث غف الحيوان عندنا القانون الدولي ذاك ديني نشتغل خزر كان يحس شوين يتحسوا الحيوان اللي مريقين في الأسود تسلمي إن يكون وجعل ثلاث الحيوانات الون الحيوانات أمد الزيلة أمد السعدون أمد الغم أما أتجعل ذاك واتسين أتسخيما في الناس وين إركبا ما لا تسفر نعم لا تولي أذون تعب جفلس ولكن في غميث أغور وتتسخيما في الناس تجعل ذاك واتسين الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إشجع سليوت البرقية غير مصر خطر السلاس وين يقدروا لدينا إن يس أتعت في فراغ الغمان ون غور وثن تسجمي راس غور وثن دا اسم تسعب بما ينمزمير لنا الله عبد الله بن عباس رضي الله عنه تشدنا إن دين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أفتحليش بين البهائم إن دين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم باش ما كان يغرق من الحيوان سلسين الحيوان يتمشابه أيازين ويازين غزقان وزقان غزيمان بزيمان باش أتسلي وثن أتسلس الغن وليغرف الويوم حاش ما ينغي الويوم وكيف تحرش بين البهائم أنشتك يحرم يتسلي ربين إن هاد فلاس الرسول صلى الله عليه وسلم وذين شوية خدمان دي ثوران يثمثن إن هاد فلاس الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة الوهداء إذن أنحمد سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام ولكن إذا مثلا إلى قام أذن السين إلى قام فهم الإسلام إلى أذن فهم وأذن السين وأذن طبقة في منا وأذن السفر الغيرنا ومشي أن جعل ديننا يقتصر حشنا في العبادات في الزالية في الزكاة الصوم للحج ولكن باش أنجب بعد الباقي النظام لا مشي نشتكي ثلث النص الكمال اسمع راند العبادات شو ثلث مرة كل ذا الإسلام إذن أيها مثلا ذا شوك جوان الإسلام غير حقوق الإنسان نغى الرفق بالحيوان نغى الجميع وين يسعان الخلق نصير ربنا ذا الحق مرة ولاش ذا شوك جوان الإسلام ولاش ذا شوك جوان الإنسان أغجع يا ربي ذا المؤمنين أيها مثلا ثقويات كان أن السين ديننا أتنفهم أتنطبق في منا أتنسفة إلى غيرنا ونقصنا قرارا كان بلي ديننا يقتصر على العبادات الشعائرية ولكن ثلثنا مرة هذا الإسلام أكامي يثبتن أرجع يا رب من المؤمنين حق الإيمان أرجع يا رب من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.